الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد الكرام، ما زلنا مع التفسير ومع كلام ربنا سبحانه جل في علاه. نسأل الله في عليائه أن ييسر لنا فهم مراده في كتابه، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا ننشره بين الناس إخلاصا لوجهك الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. وصلنا إلى قوله جل في علاه في سورة من تفسير سورة صاد، وصلنا إلى قوله جل في علاه: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هنا قال رب اغفر لي وهب لي، قلنا المغفرة إذا أطلقت نزلت تحتها الرحمة، وإذا جاءت الرحمة نزلت تحتها المغفرة. وأيضا إذا اجتمع كانت المغفرة الستر على العيوب أو الذنوب، كانت المغفرة سترا على الذنوب، وكانت الرحمة عدم العقوبة عليه، وكانت الرحمة عدم العقوبة عليه. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. طلب المغفرة من الله جل وعلا، وهذه دلالة على أن العبد لا بد أن يسارع في مرضات الرب جل وعلا. وإذا ابتلي بلاء فإن يعني إن وفى أو قصر فعليه أن يدعو بالمغفرة وبالرحمة، فإن الله جل وعلا أرحم عليه من أمي ومن نفسي. أحسن الله عليكم أحمد، بارك الله فيك شيخ. فهنا قال ولقد فتنا سليمان وألقينا عليه على كرسيه جسدا ثم أناب، وقلنا نحن يعني اجتنبنا الكلام على الإسرائيلات التي حشى بها كثير من المفسرين هذه الوقعة وهذه البلاء، هذا البلاء الذي أوقعه الله على سليمان عليه السلام. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. شوفونا الآن، قال رب اغفر لي، هنا توسل بربوبية الله جل في علاه، لا سيما أن الله جل في علاه هو القوي القادر، وهو باعتقاده الصحيح هنا باعتقاد الربوبية واعتقاد بأن الله جل في علاه هو الذي يأخذ الذنب ويغفر، دعا ربه بالمغفرة. ولذلك في مسند أحمد أن رجلا قال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، قال الله تعالى عبدي عالم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، شهد أني قد غفرت له. لذلك قال ربي، يعني أنت الذي تأخذ الذنب وأنت الذي تغفر. وهذا حسن الاعتقاد في رب العباد، حسن الاعتقاد في رب العباد. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فطلب من الله جل وعلا ملكا لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله. عفوا، وهذا فقه آخر، يعني هذا فقه آخر، ربي يحفظكم جميعا، يعني هذا فقه آخر. ترى بأنه بعدما ابتلاه الله جل وعلا وقال قد فتنا سليمان، ومع ذلك طمع في كرم الله جل وعلا، اعتقاده بأن الله سيغفر وأن الله جل وعلا يغفر ويمنح ويعطي، وعلم أن خزائن السماوات والأرض بيد الله جل وعلا، كما قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأيضا قد قال الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن هو قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، علم أن الملك بيد الله، يؤتيه ما يشاء ويأخذه مما يشاء، ينزعه من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، كما قال ربنا العلام في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقد استجاب الله له، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله تبارك وتعالى منه، وأردت أن أربطه في سارية المسجد، أو قال أربطه في سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام عندما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال روح، فرده الله خاسئا. وروى مسلم في صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه وهو يصلي يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قال قلنا يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يتأخر ثلاث مرات، ثم أردت أن أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة. قال أن سليمان عليه السلام هو الذي قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وهذا لابد أن ترى من الفقه في هذه المسألة أمورا. الأمر الأول أن العبد التقي النقي، العبد اللبيب الفقيه اللبيب الأريب، يعلم بأن الله خلقه لا ليهلكه ولكن ليرحمه، وأن الله ابتلاه لينظفه ليجعله ذهبا خالصا، فيطمع في كرم الله جل في علاه. كما رأيت بأن المقبل ليس كالمعين. نعم، زكريا عليه السلام لما دخل على مريم يرى طعام الشتاء في الصيف وطعام الصيف في وطعام الشتاء في الصيف وطعام الصيف في الشتاء، قال لها أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ماذا قال لها؟ هو خلاص المغبر ليس كالمعين، وعلم أن الأسباب هي أسباب خلقها الله جل في علاه، وإن كان قد أناط المسببات بالأسباب لكنه جل في علاه إن أراد شيئا قال له كن فيكون. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فانظر هنا لما رأى علم هو يعلم بقدرة الله جل في علاه، ويعلم بأن الأسباب أسباب خلقها الله جل في علاه، أناط المسببات بها نعم، لكن قد تتخلف الأسباب كما قال الله جل في علاه نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، والأسباب تصل إلى مسبباتها بالله جل في علاه. لذلك دعا ربه رب هب لي، والأسباب عنده منقطعة، كان يعني غلبه الكبر ووهن عظمه ويعني حنى ظهره، وأيضا امرأته كانت عاقرة، ومع ذلك يعلم يقينا بأن الله جل في علاه يستجيب دعاء من دعا، وأن الأمر بيده، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كن فأكون. لذلك قال هب لي من لدنك ذرية طيبة. وهنا سليمان عليه السلام بعدما ابتلاه الله جل وعلا رجع وأناب وتاب وآبى، وهذا أيضا تبين لك أن الرجل أو المكلف كيف كان فقه سليمان عليه السلام، أنه طمع في كرم الله جل وعلا ما دام قد ابتلاه الله جل وعلا، ثم أناب إلى ربه فقبله الله جل وعلا فغفر له، فلما لا يطمع في كرم الله وعطاء الله لا حد له ولا منتهى له ولا تصور. فإن الله إذا أراد شيئا قال له كن فأكون، وإن الله جواد كريم، جواد كريم. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إذا المسألة هنا بحسن الاعتقاد في رب العباد والطمع في كرمه وحسن الأدب عند الدعاء يصل المرء إلى المعاد، كل ما تمناه من الله جل في علاه يكون الله مسارعا له فيه مهرولا له فيه. وهذا ليس بعجب، هذا ليس عجبا، ليس عجبا أن المرء يمن الله عليه فيفقه عن ربه جل في علاه، ويعلم أن خزائن الله بيد الله جل في علاه، فيدعو الله يرفع يديه داعيا، يرفع يديه داعيا لربه جل في علاه، فرفع يديه وقال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، والملك بيد الله، لا تحسبن أحدا يتربع على عرش من العروش
ويحسب أنه قد أتى به من نفسه. لا والله، إن الله جل وعلا هو الذي وضعه في هذا العرش والذي ملكه إياه وسيحاسبه عليه. عرش فرعون من الذي أعطاه إياه؟ من الذي منحه إياه؟ الله جل وعلا. ومع ذلك تكبر وتجبر على ربه وهو يقول أنا ربكم الأعلى. ولما تأتيه الهداية، لما تأتيه الهداية من عند الله جل وعلا، ويأتي موسى عليه السلام ويدعوه إلى الله جل وعلا ويقول له قولا لينا رفيقا، ومع ذلك يقول من ربك، من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نرى لأنه سليمان عليه السلام دعا ربه، هب لي ملكا والملك بيد الله، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، فقد منح الله ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن من الجن كرامة من أجل دعاء أخيه سليمان ما فعل به شيئا. قال لولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارات المسجد، لربطته لكم في سارات، في سارات المسجد. نعم. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وهذا تمام الاعتقاد في الله جل وعلا، يعتقد بأن الله جل وعلا هو الذي، هو الذي يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء. قال إنك أنت الوهاب، بأن الله جل وعلا يهب لمن يشاء ويمنع من يشاء، كما قال الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوج من ذكره إناثا ويجعل من يشاء عقيما، ويجعل من يشاء عقيما، سبحانه جل في علاه. قال إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. هنا لابد أن تعلموا أن الله جل في علاه لما ترك له سليمان عليه السلام من أجله ترك حب الخيل، وأيضا يعني عقر الخيل وأخذ مسح بالسوق والعنق بالسيف غضبة لله جل في علاه، لأنها شغلته وألهته عن عبادة الله، سواء عن الصلاة أو قلنا عن الذكر. عامة هذا الأنبياء قد يرد عليهم ما يرد لأنهم بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون. نعم، فإن نسيت فذكرون. وأيضا قال الله تعالى أمر أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، فالله جل وعلا عندما ترك لله جل وعلا عوضه فوقه المزيد. لما عقر سليمان عليه السلام الخيل غضبا لله جل وعلا، الله تعالى أبدله وعوضه خيرا منه وهو وأسرع منه الريح، غدوها شهر ورواحها شهر. ولذلك قال تعالى قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني حيث أراد من البلاد، غدو شهر ورواح شهر. قال والشياطين كل بناء وغواص، أي منهم من هو يستعمل في البناء، يبني له القصور، يشيد له الأبنية، يبني له الأبنية الهائلة من المحاريب والتماثيل والجفان كالجواب والقدور الراسيات، ومن الأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها البشر. وأيضا منهم طرف طائفة غواصون في الماء، سبحان رب العظيم، سخر الله له الجن يأتمرون بأمره، فغواصون في الماء يغوصون ويأتون ويستخرجون الحلية واللآلئ ويستخرجون أيضا الثياب ويستخرجون الرحمة الطري، فهم يغوصون في البحار يأتونه بكل جميل وبكل نفيس من البحار من الجواهر والأشياء النفيسة. قال الله تعالى والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، أي موثقون في الأغلال والأكبال، ممن قد تمرد وعصى وامتلع من العمل وأبى أو قد أساء في صنيعه واعتدى. نعم، قال الله تعالى هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. المعنى هنا انظر كيف أن الله جل وعلا يقول لعبده وصفيه من الأنبياء هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، يعني هذا الذي أعطيناك من الملك التام والسلطان الكامل وأنت سألتنا بذلك فأجبناك، فأعط من شئت وامنع من شئت لا حساب عليك، أي مهما فعلت فهو جائز لك، واحكم بما شئت فهو صواب. وقد يعني هذا للملك، وانظر هنا إلى هذه المكانة وهي مكانة عظيمة جدا وله الخير في الدنيا والآخرة، لا سيما وأن الله جل وعلا ملكه ليعبد العباد لرب العباد.
وسليمان تعلمون أنه جيش الجيوش من أجل توحيد الله جل وعلا، عندما علم بأناس يسجدون للشمس فأراد غزوهم من أجل أن يعبدوا الله وحده ولا شريك له، حتى أتوا مسلمين. ففيه ما فيه من الخير العميم في الدنيا ولو في الآخرة عند الله جل وعلا المكانة الرفيعة السامية الراقية. لكن أعظم من هذه منزلة العبد الرسول، لأنه خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا رسولا. والعبد الرسول هو الذي لا يتحرك إلا بأمر الله جل وعلا، يعني لا يقال له فعل ما شئت، أعطي من شئت وامنع من شئت، لا، العبد الرسول مأمور لا يتحرك إلا إذا جاء الأمر من الله جل وعلا من السماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبدا رسولا، قال الله عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا المكان الرفيع كانت لسليمان، الله جعل فتح له الملك وكان ملكا تاما غير منقوص، وسخر الله له الشياطين يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب وقدور الراسيات، ويأمر وينهى، وأيضا فإنه يعبد العباد رب العباد كما قلنا، جيش الجيوش عندما جاء الهدهد وقال له بأن هناك من يعبد الله، من يعبد الشمس من دون الله جل في علا، فغضب غضبة لله جل في علا، وجيش الجيوش إلى ملكة سبأ حتى أتت وكانت لبيبة أريبة، قالت إني أسلمت مع سليمان رب العالمين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان عبدا رسولا، عندما خير كان عبدا رسولا لا يتحرك إلا بوحي. ولذلك عندما تأتي الأسئلة لا يجيب، ويسألونك عن المحيط قل هو أذن، قل هو، يسألونك عن الخمر والميسر قل هو، فكان الله جعله تولى الإجابة. ولذلك قال الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال الله تعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، لا تحاسب ما فعلته فهو الصواب، وإن يعني فوضناك في ذلك أو كانت لك من عند الله جل في علاه هذا الفضل، فاشكر ربك على ذلك وكن من الشاكرين. قال: وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب، إنه قريب من ربه يوم القيامة، وإن الله جل في علاه يرفع قدره وشأنه يوم القيامة، وله المنزلة العالية الراقية عند ربه يوم القيامة. إذن هو في الدنيا يعبد العباد رب العباد، وقد فضله الله على العباد بالنبوة والرسالة، ثم بعد ذلك أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ملكا تاما غير منقوص، ومكن الله له، مكنه من تسخير الجن له والطير، فجيوش كلها من الخيل والإبل والطير، والله جل وعلا منحه زيادة على ذلك، علمه منطق الطير. ولذلك سمع النملة تقول: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شوف هو ماذا قال، فتبسم ضحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. نعم. قال: وإن له عندنا لزلفى قربة وحسن مآب، فالله مكن له في الدنيا وجعله يعبد العباد رب العباد، وهذه أعظم المنن على سليمان أن الله جعله ابتلاه فمن عليه بالأوبة وحسن الفيئة والرجوع وسرعة الفيئة لربه جل في علاه، وجعله من الشاكرين، وأيضا جعله رسولا للعالمين، أو للعالمين أقصد لقومه أجمعين، ليعبدهم لله جل في علاه رب العالمين. ثم بعد ذلك الله جل في علاه من على سليمان وتفضل عليه برضوانه، في الآخرة له المنزلة العليا وله العظيم المنال عند ربنا المنان يوم القيامة. فالله جل في علاه منحه وأعطاه. صلح هذه الكلمة نفوس الزكية، أخطأت في الكتابة صلحيها. فإن الله جل في علاه منحه ومن عليه بالملك التام غير المنقوص، ومن عليه بالعلم والحكمة والفهم، ومن عليه أيضا بتسخير الجن والطير له، وأيضا جعله الله جل في علاه ممن يدعو إلى توحيده، وقد آمن الناس على يديه، آمن الناس على يدي سليمان عليه السلام وقد استجاب الله له. فإن النبي لما أخذ برقبة بلعاب، أخذ برقبة الجن، لعابه سال على يده
وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطه في سارية المسجد، قال لولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد، ترون يعني يلعب به الصبيان لولا دعوة أخي. وهو الدعوة التي قال فيها ربي هب لي ملكا، ربي هب لي ملكا، إذا امسح الثانية، امسح الأولى أنفسها زكية، قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وقد كان واستجاب الله له، لتعلم أن العبد الذي يعصي قد يكون له المنزلة عند ربه جل في علاه، أن العبد قد يعصي وتكون له المنزلة عند الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة: اللبيب المكلف، اللبيب من يؤمل بما عند الله جل في علاه مع حسن أدب، من يؤمل ما عند الله جل في علاه مع حسن أدب. علامة الفضل معرفة الفضل لأهل الفضل، علامة الفضل معرفة الفضل لأهل الفضل، وهذا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لولا دعوة أخي سليمان. الفائدة الثالثة: من ترك شيئا لله عوضه وفوقه المزيد، من ترك شيئا لله عوضه وفوقه المزيد.